يصل وتعود جماهيره. ليما الآن، ليما، ليما يلعبها، الله، ليما يضرب وليما يطرب. كل من في المدرجات الوصلاوية آخر سلطنة، الإمبراطور في الصدارة، الإمبراطور يضرب عن طريق المطرب. دائما هو فابيو دي ليما، فابيو دي ليما صاحب الضربات الأليمة، إذن يسجل أول أهدافه. على فكرة هذا السادس هدف لليما في دوري أدنوك للمحترفين، وثاني ركلة جزاء يسجلها. الله على ليما، يضعها بشكل ممتاز. على نتكلم أيضا عن خليل غانم، وهذه كرة، الله، الله، الوصلاوي يضرب، علي صالح يطرب، والإمبراطور بثنائية، الإمبراطور بثنائية. ياهي كرة، ياهي تسديدة، ياهي لعبة لا تصد ولا ترد. علي صالح الفتى الذهبي يسجل هدف من ذهب، يسجل هدف رائع للغاية. نعم، شوف اللعبة الماضية، شوف اللعبة هذه، واحدة، هوبا، قذيفة 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 في المرمى. الوصل إذن ينجح الآن بتسجيل هدف ثاني عن طريق الفتى الذهبي، عن طريق صالح. اضرب يا وصلاوي واضرب يا مدرج. نعم، المدرج الوصلاوي آخر سلطنة، وهدف آخر، آخر سلطنة. يحاول يمر من الأسماء الجميلة في اتحاد كلباء. هذه كرة للأمام، تصل مخاطر خطيرة، جول، جول. عاد النمور، سجل على طول هدف. ماذا هناك؟ لا تفسدون فرحتنا. جول وليش؟ جول، لا، جول، جول، جول. إلكساندرو سيسالدو الآن يقلص الفارق، سيسالدو يقلص الفارق الآن للاتحاد. لاحظ سلطان الزعابي، شوف سلطان لعبة وين، تيأت على طول فيها. آها، آها، لا، ما لمس، ما لمس، عادت من المدافع، من المدافع. هدف، هدف الآن، هدف الآن، هدف يأتي الآن لمصلحة فريق اتحاد كلباء. 2-1، 2-1، ولعت المباراة بين الأصفرين، ولعت المباراة. فيليب والسناني، فيليب والسناني، اتحاد كلباء يريد أن يعطل الصدارة. فيليب، جول، عادوا من بعيد وهم يستحقون ذلك لما يقدمون من أداء مميز في هذه المباراة. نعم، إذن اتحاد كلباء يستحق التعادل في هذه المباراة حتى الآن. 2-2، 2-2 الآن، 2-2 أصبحت النتيجة. لاحظ هذه الكرة وهنا اللقطات، اتحاد كلباء بأداء مميز جدا. فيليب كش، والله من خاطرة حطها، من خاطرة، من خاطرة. طبعا حارس المرمى يختار زاوية، هو لعبها في الوسط على طول. تعود من جديد.